تعرض قطاع غزة لهجوم عسكري إسرائيلي ليلا في الوقت الذي كان يتم توقيع اتفاق تطبيع ما بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. هذا القصف أوقع أضرار جسيمة بالمدنيين الذين يعانون أصلا من حصار طويل ومن تداعيات جائحة كورونا الخطيرة. المقاومة كلمها موقفها بوجوب الرد على هذا الهجوم عبر قصفها لمواقع عسكرية محيطة في قطاع غزة لتثبيت معادلة أن القصف بالقصف، ولا يمكن أن نسمح للاحتلال باستمرار عدوانه دون أن يكون هناك رد مباشر ومزامن ومتزامن ومناسب في كل مرة.